بعد 10 سنوات من الغياب، سوناطراك الجزائرية تعود رسميا لليبيا لتستأنف أنشطتها المتعددة القطاعات، والبداية بإعادة إطلاق مشاريع الشراكة في مجال قطاع النفط والغاز واستكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة. وهذه الفرصة التي أتاحها لنا لنجدد مرة أخرى تمسكنا بعقودنا التي من خلالها نبحث على استكمال التزاماتنا التعاقدية، وكذلك بحث سبل تطوير الحقول المكتشفة في القريب العاجل. إذن هذه هدفنا الأول هو تحضير وكذلك بناء الخطوات الأولى لرجوع سوناطراك إلى ليبيا لاستمرار في عملياتها الاستكشافية. وقصد تأطير العودة المرتقبة للمجموعة الطاقوية الجزائرية، تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع الطرف الليبي تتضمن اتفاقا لتعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات الشبه النفطية وإنجاز المشاريع النفطية والخدمات والتكوين والتدريب. نحن يعني إن شاء الله يعني متفائلين خير بعودة شركة سوناطراك، وتم مناقشة يعني سبل تطوير هذه العلاقات ووضع الحقول على الإنتاج إن شاء الله بالسرعة الممكنة، خاصة في ظل يعني وجود مؤملات كبيرة في منطقة الحمادة تحديدا ومنطقة عمليات شركة سوناطراك، في ظل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وخاصة الطاقة يعني الغاز تحديدا. بإمكان الدولتين لعب دور مهم جدا لاستقرار الطاقة وخاصة الغاز منها وتصدير إلى أوروبا بإذن الله تعالى. تم مناقشة كثير من هذه الأمور، وأيضا يعني المساهمة الشركات الجزائرية لديها الخبرة الكافية، خاصة شركات الإنشاءات وشركات الصيانة في تنفيذ مشاريع الأبك يعني بصفة عامة في حوض غدامس وحوض مرزق باعتبارها متاحة من الحدود الليبية الجزائرية، وهذه المنطقة بفضل الله سبحانه وتعالى تنعم بالأمن. عودة سوناطراك للنشاط في أكبر احتياطي نفطي وغازي في إفريقيا سيتدعم برغبة المجموعة الجزائرية لتوسيع استثماراتها في ليبيا نحو إنشاء شركات فرعية مختلطة في البحث والتنقيب. نحن نعمل سويا من أجل تعزيز العلاقات الموجودة بين الشركتين، وهذا خدمة لمصالح الشركتين، خدمة لاقتصاد البلدين، وإن شاء الله يكون يعني مستقبل ظاهر لهذه العلاقات حتى نساهم في رجوع قدرات الليبية الإنتاجية الليبية إلى مستواها المحمود، ونتمنى أن يكون هذا الرجوع في قريب العاجل، خاصة أنه الطلب العالمي على البترول والغاز الطبيعي في أوجه اليوم. ويسمح الاتفاق الجديد لسوناطراك باستكمال التزاماتها التعاقدية في منطقتين بحوض غدامس ووضع رؤية مستقبلية لإعداد خطط لتطوير الحقول المكتشفة في المنطقتين، إلى جانب تفعيل اتفاق سابق كان قد وقع بين الطرفين في 15 جانفي 2018، تقوم بموجبه سوناطراك بتسيير حقول النفط الليبية الواقعة قرب الحدود بين البلدين وإجراء دراسة تقنية تخص الحقلين الحدوديين الرار والوفاء في منطقة غدامس.